السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياسبلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات RDR2. في حلقة اليوم يجب علينا شراء مزيد من الأسلحة المميزة. إذا تذكرتم في الحلقة السابقة لقد قمنا بتهديده، اكتشفنا بأن قام بسجن أحد الشباب، وذلك الشاب المسكي ليس ابنه، فقمنا بإنقاذه وأخرجناه من ذلك السجن، واعترف لنا هذا الشخص صاحب المحل بأشياء غريبة جدا وعجيبة. إذا لم تشاهدوا تلك الحلقة فأنصحكم أن تشاهدوها. المهم، سأتي إلى هنا وسأضغط على براوز كتالوج لكي اشتري الأسلحة التي أفضلها في اللعبة. المهم، بالنسبة للمسدسات أفضل المسدسات العادية، وأفضل هذا المسدس الغالي الذي ثمنه 150 دولار. سأشتري قطعتين منه وسأضيف لها الأبجريد. سنضيف لها الجريب، جيد. سنضيف لها البارل اللانج، ستعطيني أصدقاء الأكوريسي. وبالنسبة للرايفلين سيعطينا الرانج. سنأتي للأيرون سايت وسنختار هذه لأنها ستضيف لنا مزيد من الأكوريسي. وبالنسبة للستايل سأقوم بتغيير فقط اللون الخاص بالحديد للون الأبيض، جيد. والأميونيشن، عندي الأميونيشن، جميل جدا. الآن سأشتري الثاني، نفس الشيء سأفعل كذلك بالنسبة للمسدس الثاني. وبعدها سنذهب للرايفلز لكي نرى هل استطعنا فتح ذلك الرايفل الذي يعجبني ام لا. بالنسبة للريبيترز لازلنا لم نفتحه بعد، هو هذا اسمه ليتشفيلد ريبيتر، هذا هو افضل ريبيتر في اللعبة، انصحكم ان تستعملوه، لكني لا استطيع استعماله مع الاسف، ثمنه 145 دولار. لهذا السبب ساستعمل فقط لانكاستر ريبيتر وسنضيف له الكاستمايزيشن. بالنسبة للشاتجان، الشاتجان التي افضلها فكما قلت لكم هي هذه، ثمنها 148 شاتجان. عندنا هذه كذلك لازلنا لم نفتحها بعد، هذه فإنها هي السمي أوتو شاتغان. وكذلك هناك الريبيتين، هذه الشاتغان كذلك مميز جدا، ثمنها 185. رغم هذا فإنني أفضل البامب شاتغان، البامب شاتغان قوية جدا، تستطيعون تفجير الرؤوس بها. وكذلك سأشتري الصود أوف شاتغان، عندي واحدة سأشتري الثانية الآن، سأضيف لها الأبغريس الخاصة بها كذلك. هذه الأمور التي سنحتاجها لحد الآن. الآن سأقوم بعمل أبغريد وهي كاستمايز. سنأتي إلى هنا. بالنسبة للمسدسات قمت بعمل أبغريد لها لا مشكل. سنأتي الآن لريبيترز وسأختار هذه لانكاستر ريبيتر، هي التي تعجبني، سأعدلها وسنضيف لها هذه الأمور الخاصة بالرايفلين. أتوقع بأنني أضفتها لها أصلا، الأيرون سايت، نعم لقد أضفت لها هذه الأمور. البامب شاتغان، هل أضفت لها هي كذلك الأمور؟ أعتقد ذلك، نعم نعم لقد أضفت لها الأبغريد، جميل جدا. سأغير لها فقط الألوان لكي أستطيع اكتشافها بسهولة. سأغيرها للون الأبيض، وهنا سأغيرها للون الذهبي. وبهذا سنكون قد انتهينا من هذه الكاستمايزيشن، وأردت كذلك العودة عند هذا الشخص صاحب المحل لكي أشتري من عنده الأسلحة، وأعتقد بأن سيسامحني. الآن في الحلقة السابقة لقد قمنا بسرقته وحصلنا على سلاح جيد جدا ومجاني. أين حصاني؟ هيا تعال تعال يا حصاني، يجب علينا الذهاب لكي نقوم بالمهام. وها قد وصلنا للكامب، أتوقع بأنني سأقوم بهذه المهمة الخاصة بمولي. نعم يا مولي، كيف حالك؟ أكيد أكيد لا تقلقي مولي، فإنها هي حبيبة داتش. ماذا تريد مني مولي؟ يسمونها مستر أوتشيا. أنونيس ميستيك. قالت لي كيف هو حال داتش، هل تغير؟ مولي تحب داتش كثيرا. Like he always says, loyalty is everything. Loyalty is everything. الوفاء هو كل شيء. داتش يحب أن يكون أعضاء المجموعة أوفياء. ماذا يريد العم؟ أونكل يريد منا أن نقوم بمهمة له، واستدعى كذلك مزيد من الشباب، استدعى بيل وتشارلز. هل سنساعده أم لا؟ I'll do it. آرثر لم يرد مساعدة، قال لا، إذا كنت تريد أن نقوم بهذه المهمة من أجلك فيجب عليك الذهاب معنا. سنذهب لكنيسة before it connects with the rest of the wagon train. من الممكن أننا سنسرق يا أصدقاء واجن. حسنا هيا لكي ننطلق. سنذهب مع العم أنكل وسيأتي معنا كذلك بيل وتشارلز. حسنا أيها العم let's go. هيا لكي نقوم بهذه المهام الخاصة بك أيها العم. من الممكن أننا سنسرق شيء ثمين، هذه المهمة ستكون رائعة جدا مع العم أنكل. بالنسبة للشباب الذين لم يلعبوا النسخة السابقة من لعبة Red Dead Redemption، فإن العم أنكل كان يسكن أو كان يقطن مع جون. جون ماسن هو الشخصية الرسمية في تلك اللعبة، كان يقطن مع. حسنا equip the bandana let's go. سنقطع الطرق يا حبيبي. هل سيأتي الواجن في أي لحظة الآن؟ ها هو، جي جي جي، ممتاز. Just like clockwork. سنذهب الآن لكي نقطع الطرق. معكم قطع الطرق يا حبيبي. هيا توقفوا. سأختار أولا أسلحتي لانكاستر ريبيتر، وها أنا دا مستعد.
Stop the wagon. Let's go. Let's go. علينا إيقاف الواجن. هيا توقفوا. سيتوقفوا. جي جي جي. لقد توقفوا. ممتاز. عندهم هناك العديد من الصناديق في الخلف. من الممكن أن في أشياء جميلة جدا. أوه. هؤلاء الأشخاص يشتغلون مع كورنوال. هو شخصية مشهورة جدا. مشكل. أدخل لنا العم في العديد من المشاكل الآن بسرقتنا هذا الواجن. ماذا سنفعل الآن؟ هيا check out around the back. تشارلز سينزل. أحسنت. روب the wagon. وعلي سرقته أنا كذلك. حسنا سأساعد تشارلز. سأبحث الآن في هذه التشيست. ماذا يوجد هناك؟ أوه هناك صندوق. افتح افتح ذلك الصندوق. هناك العديد من المال. We're looking good. جيد جيد جيد. ممتاز. حصلنا على الأقل على $1,000. أوه بدأت كاتسين. من جاء؟ جاء العصابات. مشكل. وضعوا لنا فخ يا حبيبي. الآن علينا الهروب منهم. من الجيد أنني اشتريت أسلحتي يا حبيبي. Let's go let's go let's go. Don't worry boys. Shotgun. فقط اذهبوا فقط اذهبوا. أوه لاحظ لاحظوا. عدد هائل جدا يا أصدقاء. عدد هائل جدا. مشكل. اهرب 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 اهرب. اوه اسقطتهم اسقطتهم. يا سلام يا سلام يا سلام. حسنا انتظر. بوم جيد. انتظر انتظر. الديد اي اقتربت من الانتهاء. جي جي جي. قتلت اثنين. الشخص الاخير ساقتله بدون ديد اي. مشكل الهيلث عندي نزلت كثيرا. ساستعمل تلك. ساقتل هذا لانه قريب مني. والان ساذهب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لازالوا جايين جايين. هناك شخصين جايين الان. حسنا انتظر. جيد. بوم بوم. هل قتلته؟ لم يموت بعد الكلب. هيا هيا اقتله. مشكلة مشكلة مشكلة. عدد الاعداء هائل جدا. علي الهروب. 4 أشخاص يا شباب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اسرع اسرع. ليتس جو ليتس جو بيبي بويز. عددهم كثير. لو كان عددهم قليل كنت سأدمرهم. لكن عددهم لا ينتهي. علينا الخروج عن الطريق لكي نستطيع تدميرهم. اسرع اسرع. هناك شخص هنا. ها هو الكلب. سأذهب عنده لكي أدمره على السريع. خذ السلاح. هرب الكلب. ممتاز. أصابته. جيد. أنا جي 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 جي. لا تقلقوا يا شباب. أهرب أهرب يا حبيبي أهرب. هناك شخص آخر يلحق بنا لكنه اختفى. سأصغر الخريطة لكي لا أستطيع رؤيتهم. لأنني عندما أراهم في الخريطة فإنني أخاف. Let's go let's go let's go. اقتربنا من الهروب الحمد لله. عملية تدميرهم كانت مميزة جدا. أعجبتني. أوه علينا الدخول هنا في الغابات. جي 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 جي. العم صراحة أدخلنا في مشاكل كثيرة جدا. والآن ذلك الشخص الذي اسمه كورنوال من الممكن أن سيلحق بنا. ماذا علينا أن نفعل يا أيها العم؟ Get out of here. أوكي. هيا هيا. لقد طردنا الأحصنة. ماذا سنفعل الآن؟ سنختبئ. حسنا جيد. نحن سننام وتشارلز سيقوم بالحراسة. دخلنا في مشاكل عويصة جدا. كورنويل فإنه شخصية مشهورة. عنده العديد من أتباعه. ها هم جايين. جاءوا يحاولوا البحث عنا. ذهبوا لذلك المنزل المجاور. يريدون قتل أصحاب المنزل. انتظروا انتظروا نكتشف. أنا متأكد بأنهم سيسألونهم هل رأوا شيء ما عجيب. حسنا سأنظر. هل شاهدتهم يحاولون البحث؟ قال لهم لقد سمعت صوت في البارن. مشكل. هل لاحظتم ينظرون لهذا الاتجاه؟ أهم جايين. يريدون البحث في البارن. سننتظرهم لكن علينا الحذر. هؤلاء الأشخاص فإنهم مسلحون. ماذا سنفعل يا شباب؟ هم جايين. اقتربوا اقتربوا من الدخول. مشكل. لا يجب علينا فعل أي صوت. لاحظتمهم. أهو هذا الشخص جاي. الشيء الجميل في هذه البارن هي أنها مظلمة. لاحظتم الشباب؟ بالكاد أستطيع رؤيتهم. قال لصديقي بأن المكان فارغ. ماذا سنفعل؟ عندي هذه الدروين نايف. أقتله. انتظر. هل نقتله أم لا؟ أوه اكتشفوا أمرنا. أوه بيل بيل هو الذي فعلها. فعلها بيل الكلب. تحرك واكتشفوا أمرنا الآن.
مشكل اختبئ هنا. او ها هم ها هم لاحظتم هم مش انت جيد. او مشكل مشكل مشكل. هيا هيا اظهر وجهك يا ايوه الكلب. جيد بوم لقد دمرته. هناك ذلك الشخص في الخيل جاءوا من هذا الاتجاه. انا جاي 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 لا تقلق. كلاب موت يا ايها الكلب موت. قلت لك موت موت انت كذلك. جاي 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 اصابته في الراس يا حبيبي. هناك هذا الشخص في الحصان موت. جيد موت انت كذلك يا ايها الكلب. جميل جدا اصابته. هناك مزيد من الاعداء انتظروا ساشرب هذا المشروب لانه يعطيني العين. موت جميل جدا اصبته. اتوقع اصبته في القبعة فقط. جميل جميل جدا. ستلاحظون بانني اصبحت محترف شيئا ما في التسديد لانني تعلمت يا حبيبي. والله ما رأي يتعلم من اخطائه. حسنا حسنا اختبئ اختبئ يا ارشر مورغان. لماذا توقفت؟ موت انت جيد. تعال انت موت يا ايها الكلب. ممتاز جميل جدا لقد قتلناهم. سأكل هذه لأنها تعطيني العين. سأكلها مرتان. هيا كل 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 كل. جيد 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 انتظرونا قليلا وسأستعمل هذا. ممتاز. أين هم؟ أين الكلاب؟ هناك مزيد من الكلاب هنا. تعال أنت أيها الكلب. جيد. هناك هذا الشخص كذلك. ممتاز. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. أين المزيد؟ هم موجودون في هذا الاتجاه. علي مساعدة شبيك. هو الكلب. لقد مات. لا لم يموت بعد. انتظر سأنتظر حتى ينهض. سأدمره في الوجه. هل من مزيد؟ هناك هذا الكلب كذلك. هناك العديد من الأشخاص جايين. هناك ذلك الشخص هناك رأيتموه؟ ممتاز دمرته. هيا 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 أظهر وجهك يا أيها الكلب. أظهر وجهك. موت. لا أستطيع قتل علي ملء السلاح. مشكل احترق المكان. ليتس جو ليتس جو يا شباب ليتس جو. علينا الحظا. أين سند؟ هل أستطيع الخروج من هنا؟ لا أستطيع. جي 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 جي. هو الباب. لقد فتح بيل المكان. هيا هيا هيا. أين الإسراع؟ جميل جميل جميل. ليتس جو بويز ليتس جو. سنذهب وسط من هذه الغابات. أوكي أوكي أوكي. مشكل مشكل مشكل. عددهم هائل جدا يا حبيبي. حسنا حسنا حسنا. أنا معكم. في هذه اللقطة سأغير للشاتجان. الشاتجان هي التي ستنفعنا. وخصوصا إذا اقتربت من الأعداء سأدمرهم. جميل 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 جميل. وصلت للمستوى الثامن في الستامينا. ماذا سنفعل الآن؟ سنفترق. أوكي أوكي أوكي. أنا سأذهب مع العم على ما أعتقد. هيا 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 هيا. هل هربنا يا أيها العم؟ سنختبئ هنا. أوكي. ها هم الأعداء جايين. الكلاب جايين يا أيها العم. علينا الحضارة. لاحظتمهم؟ جيد فهمت فهمت فهمت. العم سيقتل الشخص على اليسار وأنا سأقتل الشخص على اليمين. انتظر انتظر. هم جايين. جيد لم يرونا بعد. حان وقت القتل. جميل جدا. ستيل شكيلي يا حبيبي. قتلته. احسنت احسنت. لم نفعل اي صوت الحمد لله. احسنت. لم يقتله العام. جيد جيد اخيرا لقد قتله. اعتقدت بان العام هو الذي قتله. مشكل لقد دخل اصدقاؤنا في المشاكل. سمعت صوت. رغم اننا نحن قتلنا الاعداء بسكوت. لكن اصدقاؤنا لم يستطيعوا فعلها. موت انت ايها الكلب. موت انت كذلك. جيد. وهيا لكي ننطلق. هيا 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 هي. انا جي 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 جي. لا تقلقوا لا تقلقوا. موت موت. ممتاز. ماذا سنفعل الان؟ اعداء جايين. كلاب. جي 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 جي. هذا الكلب الاخر كذلك. ممتاز. دمرناهم دمرناهم. ماذا سنفعل الآن؟ بدأت كاتسين. نعم دمرناهم يا حبيبي. أنا متحمس لكي أدمر المزيد. ماذا سنفعل الآن؟ هل انتهينا؟ أتوقع ذلك. هيا stay quiet and move. Move baby boy. فعلنا. حصلنا على 900 دولارات. بعد قسمة المال حصلنا على ما يقارب 112 دولار. تعال يا حصاني تعال. أنا أحتاجك. أحتاجك لكي ندم. هناك حصان أبيض هناك. أول مرة أرى حصان في البرية أبيض. تقدر سأشاهده. هو خاص بأحد الأشخاص. عنده سبيد وعنده الأكسليريشن. نوعية ريس خاص بالسباقات وعنده الهيلش كذلك. حصان جيد جدا.
المهم سنعود الآن للكامب. نعم الكامب قريب ليست بعيدة، واستطعنا فتح كذلك هذه المهمة الخاصة بليني، وعندنا مهمة أخرى خاصة بأبيجيل. قبل أن نذهب للمنطقة أتوقع بأنني سأقوم بعمل كامب هنا إذا كنت أستطيع. نعم أستطيع، لكي نستريح قليلا وفي الصباح سنعود للكامب. بعدما استيقظت اكتشفت بأن هناك باونتي هانترز. تريدون الموشي أيها الباونتي هانترز؟ حسنا تعال تعالي أيها الكامب. جيد؟ أين أنت؟ أين أنت؟ جيد؟ تعال تعال تعال. ممتاز، فجرت أبو الكلب، بقي شخص واحد فقط. اهرب 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 أو ستموت. هناك شخص آخر لازلت على قيد الحياة أيها الكلب. ستموت ستموت. كذلك الباوندي مع هذا الحصان لقد ارتفع للمستوى الثالث. جيد لقد دمرت الجميع، الآن سأعود للكامب. وها قد عدت للكامب، اكتشفت بأن هذه المهمة لقد ظهرت الآن. مهمة ثانوية كالعادة سنقوم بعملها. كما قلت لكم إذا لم تقوموا بعمل هذه المهام الثانوية فعندما سترحلون من الكامب لا يمكنكم عملها بعدها، عليكم العودة لسيف جيم أخرى لكي تستطيعوا القيام بها. سنذهب الآن مع كيرن لكي نقوم بالصيد. أنصحكم أن تقوموا بعمل هذه المهمة كذلك، من الممكن أن يعلمكم كيرن مزيد من الخدع. سأعتني قليلا بحصاني لأنه اتسخ. وهيا لكي ننطلق يا صديقي يا كيرن. أتمنى أن نصطاد سمكة أسطورية، لم يسبق لي بعد أن اصطدت حيوان مائي أسطوري. أتمنى أن نفعل إن شاء الله في هذه الحلقة. لم نبتعد كثيرا صراحة على الكامب، قال لي بأن هذا هو المكان. الكامب فإنه موجود هناك، ونحن جئنا لهذه المنطقة. قال لي شيء جيد لكي أقوم بإمساك البلوغيل إن دروك باس كان بي فاوند ألموست إيفريوير. سأختار الكورن، كورن بيتش كاتشين بول هيد كاتش فيش ان تشين بيكرز اونلي ليف ان سوامبس بات تشين بيكرز كان بي فاوند اولموست ايفري وير. يعني اذا استعملت هذا من الممكن ان نمسك تشين بيكرل. بالنسبه للبول هيد فانه يكون موجود فقط في السوامب، تذكروا هذه المعلومات فانها مهمه جدا اذا كنتم تريدون صيد الاسماك. قال لي يا شباب هل داتش يثق في الان لان هذا الشخص كان مع الاودريسكولز. فاذا بنا نتفاجئ بان هناك شخص مجنون يسبح. لاحظتموها؟ ولا استطيع الصيد الان لقد بدات كاتسين، لهذا السبب جئنا لكي نصيد. جئنا نصيد فقط لكي تظهر لنا هذه الكاتسين. ماذا سنفعل الان؟ سنساعد هذا الشخص. هذا الشخص جيد جدا في السباحة. لم نستطع صيد أي سمكة في هذه المنطقة. إلى أين سنذهب الآن؟ سنذهب لمكان آخر. لقد جئنا للضفة الأخرى من البحيرة. That naked filler was talking about. جيد. أوه هذا هو المكان الذي تكلم عنه ذلك الشخص السباح. أوه هل لاحظتم تلك السمكة؟ لقد خرجت وطارت من الماء. نعم نعم لقد رأيتها. البلوغيل يا حبيبي. يا سلام يا سلام. انتظر انتظر اتوقع عندي البيت لكي استطيع صيد البلوغيل. ليجندري فيش كما قلت لكم سنقوم بصيد سمكة اسطورية يا حبيبي. اتركت سمالش فيس اج بلو هيد كاتش فيش. ليس هذا البلوغيل. نعم هي هذه. جي 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 ليتس جو ليتس جو بيبي بوز. لقد رأيتها كانت هناك في تلك الضفة يا حبيبي. في هذه الضفة خرجت. لاحظوا لاحظوا عدد هائل من السمك جاي. انتظروا سأستطيع صيد شيء. ما نعم استطعت صيد هذه. اوكي 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 ممتاز ممتاز. من هذه؟ هل هذه هي البلوغيل؟ لا ليست البلوغيل. استطعت صيد للارج باس شيء ما. جميل جدا. جيد 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 لقد امسكت شيء ما. حسنا ساحاول تقريبها. نعم انتظر انتظر يا صديق. صغيرة جدا. لا اعتقدت بانني اصطدت تلك السمكة الاسطورية. قال لنا بان مع الاسف لا يمكننا صيدها. لم نستطع صيدها. الان يجب علينا الذهاب لمحل ما كي نقوم بشراء الفخ ام اننا انتهينا. لقد ظهرت المهام. المهم ها هي السمكة ظهرت عندنا في الخريطة هنا كما تلاحظون. استطعنا فتحها بقيامنا هذه المهمة. ما علينا فعله فقط الذهاب لاحد هذه المحلات وشراء البيت او فخ لكي نستطيع خداع السمكة، وبهذه الطريقة فاننا سنقوم بصيدها والامر سيكون اسهل بكثير. لكن الان ساودعكم. اتمنى ان المقطع الخاص باليوم اعجبكم. اذا اعجبكم فلا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا مع اصدقائكم. نلتقي ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله.